طبعا مش بس كانوا بلد واحد، يعني هم شعب واحد وميه واحده والنيل واحد، وحتى كمان الاهلي زي ما حضراتكم شايفين كده، النادي الاهلي تحديدا ارتبط في البدايات خالص طبعا الانديه السودانيه زي ما التقرير ما ذكر. افتكر ان المباريات دي بتكون شديده الصعوبه على واحد زي كابتن شطه، مش كده يا كابتن؟ اهلا، ازيك يا كابتن شطه؟ لازم تجيبوني في وحشني. مباراة السودان ومصر مع بعض. هو ده انت رمز يا كابتن شطه، رمز للسودان ورمز لمصر من خلال النادي الاهلي، فاكيد حضرتك لازم تكون متواجد دايما بتشرفنا. وزي ما بنتكلم وسهام اتكلمت، تاريخ النادي الاهلي وتاريخ السودان تاريخ طويل جدا على مر العصور، وحضرتك وكابتن سليمان فارس ونجوم كبيره جدا كابتن كانوا، عوض الامين وكابتن عوض الامين، طبعا كلكم كنتوا نجوم كبار تحملوا الجنسيه السودانيه لكن تحملوا كمان القلب الاحمر، ده قلب النادي الاهلي. فبنرحب بيك يا كابتن في البيت الكبير، و هبدأ من النقطة ديت. حضرتك بعيدا عن الفنيات، تاريخ النادي الأهلي بالأندية السودانية، وحضرتك أكتر واحد تقدر تكلمنا عن الموضوع ده. شوف يا كابتن، أنا أقول لك على حاجة تصدقها، في أكتر من 9 أندية تحمل اسم النادي الأهلي في السودان. 9 أندية؟ ما شاء الله. 9 أو يمكن أكتر، يعني حتى يبقى في أماكن ثانية فيها دي الأسماء المعروفة يعني على نطاق الدوري الدرجة الممتازة والأولى وكده. فطبعا يعني ده شيء يوري قد ايه ان النادي الاهلي صحيح تارك انطباع كبير جدا في السودان من زمان. يعني اكيد انت عارف السودان ومصر هم مؤسسين الاتحاد الافريقي سنه 57. طبعا فانا انا مش عايز اذكر التاريخ. الدكتور عبد الحليم محمد والدكتور وطبعا كان في مراد بيه فهمي وكان في محمد لطيف، الناس دي لما اسسوا الاتحاد الافريقي، عبد العزيز سالم طبعا طبعا في ذلك الوقت. السودان طبعا ومصر ارتبطوا ارتباط وثيق جدا في كره القدم، واشهر مجموعه جات مصر لعبت سودانيين لعبوا في مصر هم في الترسانه، حمدت وادم ولاعبين كانوا معروفين من ايام مثلا من الخمسينات والستينات، واشهر طبعا السودانيين كانوا موجودين زمان مع كابتن صالح سليم والكابتن مكاوي والمجموعه دي كان سليمان فارس زي حضرتك ذكرت. نادي المريخ نادي برضه من انديه كبيره جدا في السودان، ويعتبر يعني مش عايز اقول لك قطب من الاقطاب الكبيره طبعا الهلال والمريخ، ويعني لا يقل عن الاهلي والزمالك في شعبيته طبعا. كابتن شطه، لعبت مع الاهلي ضد المريخ السوداني قبل كده؟ لعبت مع المريخ ولعبت مع الاهلي مع الهلال، بس كلها مباريات وديه. للاسف الشديد ما جيلنا ما التقيناش في السبعينات والثمانينات، لم يلتقوا طبعا الناديين في مباريات بطولات افريقيه، لكن انا طبعا لعبت ضد الهلال وضد المريخ مع الاهلي. وده شيء يعني كان زمان متبع انه الانديه السودانيه والانديه المصريه بيروحوا يلعبوا مع بعض ماتشات فندي، وموجوده يعني في جميع العصور من الخمسينات لحد يعني دلوقتي كلها بس مباريات رسميه عشان البطوله الافريقيه طبعا. ولكن احنا ما التقيناش على المستوى الافريقي. طب انا بقول يعني المباراه دي مباراه مهمه جدا. ليه؟ لانه نادي المريخ طبعا انا حسب ما شفت هي الريبورت اللي اتعمل ان نادي المريخ هو طبعا هو متصدر الدوري حاليا. صحيح. يعني عشان نقرب الناس اكتر طبعا من فريق المريخ السوداني، وبيمثل فريق المريخ السوداني او في الكره السودانيه ايه، مفيش اقدر ولا اقدر من حضرتك تكلمنا عن الجزئيه دي. ما انا مش عايز اكشف اوراق هنا ولا اوراق هنا عشان ما يقولوش. وبعدين برضه لا اكشف لنا يا كابتن، اكشف لنا انت، ما تقلقش اكشف لنا ومالكش دعوه. لا والله النهارده كنت في النادي الاهلي طبعا، ولقيت الحقيقه مجموعه كبيره من من من, من, من نادي المريخ موجودين والقيادات موجوده، ومدام ميرفت موجوده كانت حقيقه يعني مندوبه الاتحاد السوداني مع البعثه. وطبعا هم هنوا النادي الاهلي بالبطوله، قصدي بالبرونزيه، الميداليه البرونزيه. صحيح. فبرونزيه ولا فضيه؟ الواحد نفسي برونزيه، وان شاء الله السنه الجايه فضيه. ان شاء الله ان شاء الله السنه الجايه ذهبيه بقى معلش. ان شاء الله يا رب. انا بقول يعني ده لقاء هيكون لقاء جيد جدا، واتمنى انه طبعا الفريقين يقدموا مباراه تليق بتاريخ الناديين الكبار، وده يعني ده شعب واحد في مجرى النيل واحد، واتمنى تكون المباراه مباراه يعني الفريقين يعني كسبانين فيها ان شاء الله من خلال اداء متميز. وانا طبعا متابع الامور الفنيه بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه لنادي المريخ. النادي الاهلي عنده 4 5 غيابات موجوده حقيقه طبعا، عارفين كل الحاجات دي،
لكن حقيقه نادي المريخ برضه عنده كام لاعب كده من اللعيبه الاجانب الموجودين ان شاء الله يدفع بيهم. تم التعاقد معهم اخيرا الخمسه تقريبا. هو كان في في صفقات مهمه جدا لنادي المريخ الفتره اللي فاتت. اعتقد المريخ بيمر مرحله جديده، يعني في سبونسر جديد، في ناس بتجيب لعيبه محترفه بشكل اكتر من رائع. يعني الشكل واضح ان المريخ يعني بيظبط اموره كمان انه يخش هذه البطوله بقوه وعينه على البطوله بشكل كبير. وهاخد من ده كابتن نتيجه سيمبا وفيتا كلاب هتاثر على نتيجه او على بكره الشد العصبي بالنسبه للفرقتين، ولا شايف ان النادي الاهلي سكته شايف سكه واحده؟ وتقريبا على حسب علم سيمبا تنزاني كسب تقريبا فيتا كلاب تقريبا 1-0 1-0 بالظبط. سيمبا كسب فيتا فطبعا دي كانت مفاجاه بالنسبه لانه برضه صحيح. سيمبا انا طبعا عارف سيمبا كويس، هي السنه دي بالذات انا تنزانيا طبعا انا رحت فيها كتير مع الاتحاد الافريقي، وكنت بروح بحضر الدورات التدريبيه والمباريات وكده يعني المجموعه قويه جدا، فبالتالي هذه النتيجه هتخلي مباراه الاهلي والمريخ لازم يكون فيها طبعا نتيجه ايجابيه. انت عارف برضه المباريات اللي هي خارج الارض النتيجه لو فيها لو كانت سلبيه هتؤثر في مجموع النقاط في نهايه المجموعات، بتاثر تاثير مباشر. فعشان كده كل فريق هيبذل اقصى ما عنده عشان ما يحصلش فارق كبير في النقاط. فطبعا هذه المباراه بتاعت سيمبا مع فيتا كلاب يعني ورد قد ايه انه المكسب مهم جدا عشان ما يحصلش اي نوع من المشاكل في فرق الاهداف في نهايه المجموعات وكده. فانا اتمنى بس مباراه قويه جدا. طبعا النادي الاهلي طبعا يعني نادي طبعا لا يقبل القسمه على اثنين، ودي حاجه مهمه جدا طبعا نادي المريخ عارفها. كمان مدرب نادي المريخ ذكر قال لك انا درست الاهلي بشكل جيد جدا خصوصا في بطوله كاس العالم للانديه، لكن طبعا الفريقان كتاب مفتوح لا توجد اسرار، كل اللاعبين معروفين، كل الانديه عارفه طرق اللعب وكده. فانا يعني بس طبعا من خلال وجودي يعني انا طبعا اهلاوي 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 يعني اتمنى الاهلي يؤدي مباراه قويه جدا عشان طبعا هذا طبعا النادي اللي انا تربيت فيه، ولكن المريخ اتمنى انه يعني يكون هو الاهلي ان شاء الله في هذه المجموعه يتاهلوا باذن الله للمرحله القادمه باذن الله. نفس امنيتي في الاول كلنا بنتمنى كده ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يكونوا هم يعني الاهلي طبعا يكون اول المجموعه ويلحق بيه المريخ السوداني. احنا بنشكرك جدا جدا يا كابتن شطه.